قد تجلس لساعات طويلة وأنت تفكر في سبب واحد فقط يدفع امرأة لقتل أطفال رضع بدم بارد تماماً، لكنك لن تجد الجواب وستبقى مذهولاً أمام شدة الإجرام التي وصلت إليها لوسي ليتبي الممرضة البريطانية أو سفاحة الرضع كما يطلق عليها الآن. ليتبي التي أدينت بقتل 7 أطفال حديثي الولادة ومحاولة قتل 6 آخرين بين 2015 و2016 بحقنهم بالهواء أو بتسميمهم بالأنسولين، لتكون اليوم أكبر سفاحة أطفال عرفها تاريخ بريطانيا الحديث. لن تكون نهاية القصة عند هذه الوقائع الصادمة، لكن مفاجأة صاعقة فجرها كبير أطباء الأطفال في مستشفى كونتيسا تشيستر الدكتور رافي جيرام عن الممرضة السفاحة، وقال إنه حذر هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا من المخاوف بشأن ليتبي قبل أشهر من استدعاء الشرطة لها، لكنه أمر بالتحفظ على مخاوفه، بل حتى طلب منه أن يعتذر للممرضة حسب ما أفادت آي تي في نيوز. وبشيء من الأسف والحسرة تحدث جيرام عن أن إنقاذ حياة العديد من الأطفال كان ممكناً قبل فوات الأوان لو تم التعامل مع شكوكه بشكل عاجل. اليوم وبعد 6 سنوات من الواقعة المؤلمة تقف سفاحة الرضع أمام القضاء البريطاني بانتظار عقوبتها التي قد تصل إلى السجن مدى الحياة.